السلام عليكم، مرحبا بكم. ما زلنا في الأول إلى هذه الفقرة من برنامج اليوم، وهي بصراحة نعود نولي كالعادة يعني المواضيع اللي شفتوها اليوم في حصصنا، ونفتح لكم المجال والستاندر باش تتصلوا أنتم أيضا تعطوا آراءكم، واش رأيكم يعني في هذه الموضوع. هو باين يعني هو الرئاسيات، نتائج هذه نتاع الرئاسيات تاع 7 سبتمبر تاع التضارب في الارقام، ايضا خاصه الارقام اللي عطاها الشرفين بعد 5 ايام ابري جا يعني جات المحكمه الدستوريه وحطت ارقام اخرى، يعني طبعا الفرق شاسع كبير جدا. دونك مرحبا بكم، كيفاش انتم تشوفوا هذه المساله، هذا التضارب وهذه يعني هذه الانتخابات، وما يعني الملاحظين المراقبين شفتوا في حصصنا الان العمق مثلا ولا في ميكروسكوب التصريحات والتعليقات نتاع المناظرين ونتاع الضيوف المغربيه اللي يتكلموا عنها، يعني نفخ معلن في الارقام في هذه الرئاسيات. طبعا تعليقات مازالها ومتواصلة حتى في المواقع الاجتماعية، الجزائريين مازالهم يعبروا على رأيهم، يعني الناس قاع يجمعوا على أنه يعني العدد يعني برسنتاج أكبر نسبة من الجزائريين ما صوتتش يعني قطعت هذه الانتخابات، وما راحتش لمكاتب الاقتراع ولا. وطبعا الملاحظين يقولوا بان هذا قرار سياسي سي في بوزيسيون بوليتيك، يعني كي واحد ما يعني قطع الانتخابات قريب 20 مليون اكثر من 19 مليون ما راحوش يعني للانتخابات، فكيفاش السلطه الان ممكن انها يعني تتلقى هذا الانذار وهذه الرسائل من الشعب الجزائري؟ هل يكون فيه يعني اجتهاد في هذا الاتجاه انه يعني تسمع للشعب الجزائري وتحاول كيفاش تروح للحوار وتروح يعني لمرحله وين الناس لازم تتلاقى وتتكلم بينها، كما قالوا ضيوفنا في حصه العمق او حصه الميكروسكوب او تاديانت ايضا اليوم اللي سمعتوهم كاع. دونك فوالا قلنا نوال ندير ونو ندخل مي وقتنا عندك كما ولا ندخل كما راي مسلقي قاعد انا كيت ذي انتنا ذي ميكروسكوب ناضي العمق بس كي ندير نوال ار مسلقي شدنا الثرانين 17 صنبر في مرثني للجزائر. مرحبا يا كسل من ندير هذا انا قبل تو غام بينا او بينا المولود انا وندمر هو المولود وندس هذه وني شنطيه زيت بصحته. محمد من لندن مرحبا بك. حسين الزفلاون الزول عسلامة. بون ما راحش نطول معكم بزاف، فرصه تبعت الميكروسكوب كما قلت نتايا وبلوس الحصه تاع في العمق، دونك انا ما نكذبش عليك حبيت نزوج كلمات ونخدم. نقول لك صراحه البلاد هذه راه رايحه في حيط، وانا اول نصيحه واخر نصيحه ممكن راح نقدمها اليوم في هذه الحصه. وبون قبل هذا الشيء نشكركم بزاف على قناه هذا الاستاذ هبول، صراحه عطى تقييم للانتخابات اللي صاروا مهزله بكل ما تعنيه الكلمه. انا نصيحتي للشعب الجزائري ولا غير خرجوا في مظاهر، غير حبسوا النظام هذا، ماشي راح المشكل انه راح يديك للواد خلاص راح تغرق، we gonna drain that's the problem، ماشي قضيه انه الاخر الناس وما خلاص 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 لحقنا واحد المستوى سي بون ما عندنا وين نزيدو we had enough there is no way to go، خلاص لحقنا للليميت. انا نطلب من الشعب الجزائري ولا غير خرجوا في عودوا حيوا الحراك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. إبراهيم العلماء، إبراهيم مرحبا بك. السلام عليكم أخويا. أخويا حبيت نسقسيك، حبيت نسقسي المسؤولين هذو تاع الجزائر برك، وعلاه في الخطابات تاع المسؤولين هذو جامي هضروا على المتقاعدين والمعطوبين المعطوبين وهذوك الأولاد تاع الرجال اللي ماتوا في وقت العشرية السوداء 19 18 سنه مساكن ماتوا وما هضروش عليهم، يهضروا غير على المجاهدين وعلى فلان يا اخي عبد العزيز بوتفليقه زادت حياه مازالت حياه هذه فلان هذه فهمت، يهضروا على ولاد المجاهدين يهضروا الجزائر اللي تاعهم هذو المسؤولين هذو والله ما طالقين الى يوم الدين. وهذا هو اخوي والسلام عليكم.
ابو صهيب من الجزائر، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي حسين. السلام ورحمه الله. تحيه للشيخ علي بالحاج، وتحيه الى الام الطيبه ام امين، والى كل حر وحره، وخاصه اخواني الذين يقضون في تلك الاماكن التي اثروا عليها ألا يستكينوا ولا يضعفوا ولا يخونوا. إذا نظرنا إلى الأسس التي تبنى عليها الدول المتحضرة والدول الراقية والدول التي تعنى بشعوبها، لابد أن توجد مراكز دراسات، وهذه المراكز الدراسات تعنى بالاستطلاعات والاستفتاءات. متى هذه إن صح التعبير السلطة كانت تسمع للشعب؟ منذ ذلك اليوم ليس لها أذن صاغية لهذه الأمة، لأن هذا الشعب من ذلك اليوم قد عرف بأن الاستقلال لم يكتمل بعد، وهي استمرارية، وهو تكريس نمط معين. هذا النمط يصب في مصب واحد، وهي المنافع التي تذهب إلى فرنسا، والتي تعيش فرنسا بهذه البحبوحة المالية وعلى جميع الأصعدة، أي القرارات والتوصيات كلها تأتي من الإليزي، ومن هنا تذهب الخيرات البلاد. في الأخير نقول بأن ليس هناك تغيير إلا أن ترجع الأمور إلى نصابها وحقوق إلى أصحابها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نشوفوا هذا الفيديو ثم نواصل. على تسجيل 5,630,196 صوت معبر عنه، الأصوات المعبر عنها 9,461,428. أولا المترشح الحر السيد تبون عبد المجيد قد تحصل على 5,329,253 صوت. أولا السيد تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7,976,291. اثنين المترشح الثاني السيد حسان الشريف عبد العالي عن حزب حركة مجتمع السلم قد تحصل على 178,797 صوت. اثنين السيد حسان الشريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904,642. ثالثا المترشح الثالث السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية قد تحصل على 122,146 صوت. السيد أوشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580,495. ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. توفيق شريف من الجزائر، مرحبا بك يا شريف. السلام عليكم اخي الكريم. السلام ورحمه الله. وش نقول لك؟ الرئيس هو خارج بقرار المحكمة الدستورية، يعني لازم يكون واحد مزور. هو ما طعنش مع الأحزاب الاثنين الأخرين، ما عداش كيفاش حيخرجوا في القرار. أنا نقول لك أنا بصراحة بالمحكمة الدستورية ولا بشرفي، أنا نقول لهم غنى عليكم عبد الحليم إني بغرق راكم عايشين مع عبد الحليم. بصراحة جدا أنا نقول نظامك عايش مع عبد الحليم في غنية إني بغرق قارعة الفنجان. سمعت الأخ الكريم؟ فيما يخص الشعب الجزائري ما نتقلقوش، بعقلنا نقول الأخ انجليترا نقول له ما نتقلقوش، الأمور مسطرها ربي سبحانه عز وجل كما ينبغي.
النية تاع الشعب الجزائري اللي ما فوطاش ربي يشوف فيها هما الأغلبية. الدول كلها تحكم بالأغلبية، شوف باللي الدول كلها حتى فرنسا هي اللي بدأت الأيادي الخارجية يدعموا فيهم، كانوا يسموا فينا أيادي خارجية، هم الأيادي الخارجية يدعموا في الباطل. التزوير عادي يمشي بالكوستيم في الانتخابات بالكوستيم، في مجلس دستوري بالكوستيم، عند شرفي بالكوستيم. إلا الحقيقة، الحقيقة الطوغان فارغة، البروات فارغين، يعني وراه من الصحافيين اللي كانوا يجيبوهم قبل في الانتخابات اللي قبل، انسان يكون ذكي، على ما كانش صحافي تاع الخارج اللي جيت رونجي، على ما كانوش صحافيين اللي جيت رونجي في المكاتب، علاش ما جابوهمش؟ باش ما تشوفش الحقيقه. هاي ليك هاربين من الحقيقه، يدخلوا في حيط بربي ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. توفيق من فرنسا. توفيق مرحبا بك. أزول في الإكسايت. زعما مسلاي قبيلي فينا نقيلك صار. زول مسلاي مسلاي ياك نيشي هو. دونك أزول في ليك. يمكن إذا استبعد كنا كتون زون طون هاكينا. Et je trouve que c'est triste de commenter les élections algériennes. On sait que le président Aguina, la poupée Aguina, est très bien Aguina. Amgar, en tant que candidat en scène. Mais il ne s'agit pas de commenter actuellement la situation algérienne depuis 92 et catastrophique. La crise a commencé en 86. Les Algériens se sont révoltés. Ils ont réprimé avec le sang, ils ont tué plus depuis 92 ans, 400 000 morts aux Algériens qui n'est plus disparu. Il y a des gens qui sont encore honnêtes. Les généraux, les cinq généraux nés, quitte à exterminer toute la population algérienne, mais on va rester. On a affaire au lieu de commenter les élections, on a affaire à un pouvoir qui ne veut pas partir. Il ne partira pas. C'est le pouvoir du pétrole, le pouvoir du gaz, le pouvoir du diamant, le pouvoir de l'or. Le sable algérien est vendu, le sable algérien est vendu. Donc ils se sont octroyés donc tous les domaines d'activité et la rente pétrolière. Ça va. Il y avait les pépites d'or, les sacs avec la complicité des commandants de bord et des stewards. Complicité de la douane, la police algérienne, c'est une terre d'Ouba. Donc, vous allez voir, tu auras des choses, tu auras des choses qui inshallah, inshallah, Rabbi, il faut prendre une décision. Les partis politiques doivent prendre une décision. La population doit prendre. Ça ne marchera jamais. Jamais au grand jamais. تنمير في مدرب إذن عبد القادر سي وهران يتراجو. عبد القادر مرحبا بك. عبد القادر سلام واخويا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. في الداخل الكل يريد ما كان الشعب في الشارع هو من كان يمارس السياسة والنظام كان يمارس معه حرب العصابات. اليوم النظام أصبح يخاطب الشعب سياسيا ويبحث عن من يسمعه في الداخل، كما كانت السلطات الاستعمارية تروج أن ما يحدث في الجزائر قضية داخلية وأنها لم تجد مع من تتفاوض، حتى تأسست الحكومة المؤقتة التي وضعت السلطة الفرنسية أمام الأمر الواقع. أتسمح فيها أستاذ؟ نعم. الحكومة المؤقتة بالخارج هي من وضعت السلطة الاستعمارية أمام الأمر الواقع، والانتخابات في الداخل، هذه التقارير وهذه إلا للاستهلاك الداخلي لمراوغة الشعب عن الهدف الأساسي وهو الاستقلال. عندما كان الشعب هو من كان ملتزم بالقانون
وملتزم بالسلمية أخلاقيا. النظام هو من يبحث عن الفوضى. من طبيعة هذه الأنظمة عندما يهتز عرشها تسقط الدولة والشعب معا، لتبقى في الخفاء متمسكة بالكرسي. لهذا النظام لا عمل في هذه العهدة إلا على هدم شرعية الثورة الشعبية السلمية التي كان لها مكتسبات المغاربية والجالية الجزائرية في الخارج، لأن كان لديه مصلحة في قطع الاتصال بين الحليفين، بين الجالية وبين الشعب، لأن الشعب في الداخل محاصر تحت حصار إعلامي حربي. لهذا لم يجد النظام من يواجهه سياسيا. راك تسمع فيها أستاذ؟ نعم. نطلب من المغاربية أن تمنح الشعب قناة المغاربية. لا نريد أن يكون إعلام عندنا إعلام عصابات يخطط به في النهار وينفذ في الليل، لأن قضية الإعلام أو مشروع سياسي أول مقعد لأي مشروع سياسي هو الإعلام الحر ليكشف ما خفي عن الطرفين. لهذا النظام شكرا عبد القادر، يعطيك الصحة. معنا محمد من ألمانيا. محمد أزول في لونة الحسين. أزول أسلمة فمرتك أم كسيري صبا بس والفلاش بس الحسين سي تنكمل بروبليم الجزائريان باسكو انا نشوفو 86 نهار البترول ولا 8 دولار وليو نعتمدوا على الاقتصاد المحلي الزراعه والصناعه الخفيفه رحنا نسلفو دراهم جابون. الور نورمالمون نتعلموا من الماضي، نورمالمون لا روت بتروليير نخبيوها للاجيال الجايه ونعتمدوا على الاقتصاد تاعنا. عندنا احنا يا شباب عندنا اليد العامله ولا بابز وحنا دمبورتي ولا ميم بابز وات دو فوندر لو بترول. اون لا تير اون لي ريسورس سو تير لي ريسورس ما اون تو. المهم حسين عطى لي شي الوقت حبيت نقول لك كاس كي لي باسي لو 7 سبتمبر باسكو حنا ما نقراوش التاريخ. راك تسمعني سي الحسين؟ راني نسمع. تفضل. يزيد الله فضلك. لو 7 سبتمبر افون ان سيكل اي اون اني سيتي الجمعيه الاولى ل الانتربول. الو بيسك صاد في الانتخابات انا جم دوموند وراهم درام لي دشوارب وسعيداني وشاكيب اون بليس. شكرا اعطيك الصحه محمد. معنا محمد من الجزائر راه يستنى. محمد مرحبا بك. السلام عليكم اخويا حسين. السلام ورحمه الله. اللي راهو يقول الخوت والحراك، انا عمري ما شفت حراك خدم بلاد. انا عمري ما شفت الناس اللي خرجوا للشارع خدموا بلادهم، دائما يدمروا بلادهم. الحراك يدمر الشارع، يدمر الشارع ما يخدمش الجزائر. وانا نقول لتبون مبروك عليك هذه العهد. بصح نقول لك يا تبون انا ما نسيتش مسحق تقول لي الاداره دي اللي راهي تعقل فيك انتايا حرش عليها الشعب. انا ما نسيتش مسحق نسمع منك يا تبون من فمك تقول لي الاداره لا الاداره حرش عليها الشعب. الشعب يفريها ما تقوليش على الإدارة هذه العودة هذه غير مالك الناس. جيت نسمع منك كلمة الإدارة تحصل في الإدارة حرش عليها الشعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بورتو الإدارة هي اللي جابت لي تعملين. محمد من فرنسا. محمد ما
بدر الدين من سيدي بلعباس. مرحبا بك بدر الدين. الو السلام عليكم الاخ كريم. سلام ورحمه الله، مرحبا بك. دوله مدنيه ماشي ديكتاتوريه، حريه للمعتقلين وتضامن المطلق مع المتابعين قضائيا. فيما يخص هذه النتيجه اللي شفناها تاع تضخيم ارقام المشاركه، هذه تبين لنا الضعف تاعهم. الى كاين 11 مليون واحد فوطه كما يقولوا هما، نورمالمون يكونوا كاينين لي زيماج، نورمالمون يورونا الطوابير كما يبغوا هما يستعملوا هذه الكلمه، نورمالمون يورونا داك الحشد هذاك اللي عند ليكونات، ونورمالمون يعرضوا للصحافه العالميه تصور، ونورمالمون ثاني يجيبوا مراقبين دوليين كما هما اللي يديروها. ما داروش لحد الصوالح، 5 سنين تاع ديكتاتوريه، وخسروا على هذا الانتخاب 330 مليون دولار، وزادوا استعملوا دوك تاع المجتمع المدني هذوك الشيات برو ماكس تاعهم، واستعملوا الاعلام واستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي، استعملوا كاع دوك المؤثرين، خسروا عليهم، داروا لهم حتى صندوق لدعم المؤثرين، دعموهم بالدراهم، والصحافه تاع الشيته كاع هادو غير باش تكون عندهم اون ايماج، وما قدوش حتى يورونا فيديو تاع 15 ثانيه برا على ديك تاع تلغمه تاع دوك العسكر اللي جابوهم يغوطوا الصباح. راني نحكي على الولايات الاخرين، ايماج وحده ما عندهمش، يقول لك 11 مليون واحد غوطة، هذه تبين لك الضعف اللي راهم لاحقينه، حتى الناس اللي كانوا يامنوا بهم ما راهمش يامنوا بهم دروك، راهم لاحقين الوحده الدرجه تاع ما عندهمش مصداقيه، وتبون مزور عاودوا جابوه العسكر ما كانش الشرعيه، ثم غادي يدوروا ويعاودوا يقولوا الهضره اللي كان يقولها الحراك. حنا الحراك وسيله، والغايه اللي رانا باغينها هي التغيير الجذري، ما دامنا ما قلعناش هذا السيستم، ما دامنا ما قلعناش هذا العله، هذا المصيبه غادي يشبعونا غير كذب، وغادي يشبعونا غير تزوير، وولادنا مانيش عارف شنو غادي نخلو لهم، غادي نخرو لهم الخراب. يليق هذا الشعب يبوجي ينفض الغبر على روحه، يليق هذا الشعب يبوجي وينفض الغبر على روحه. سينو شكرا. فينيزويلا نعم. شكرا الاخ كريم، بارك الله فيكم. شكرا، يعطيك الصحه بدر الدين. معنا بالعابد من نعامه. بالعابد مرحبا بك بالعابد. السلام عليك حسين، لاباس ولا شكون معايا؟ سلام مرحبا بك. ها نعم الو، شكون معايا؟ حسين. نعم ايه، راك لاباس؟ راك مليح الحمد لله، سوال عليك. الحمد لله حل. شوف الاخ، بغيت نقول لك الناس اللي كانوا هذه 7 ملايين اللي فوتوا على تبون كانوا دايرين لاشين، تبون هو حبيبهم، ايوا دوك راهم دايرين لاشين على الحرقه، اللي حكم بوطي واللي حكم باسينا خلوا حبيبهم وراحوا. شوف هذه بغيت كلمه نقولها للناس اللي راهم اللي ما راهمش باغيين يواصلوا الحراك، خاصه الشباب اللي عطاوهم هذيك الزوج دور نتاع البطاله. بغيت ننصحهم، شوفوا يعطيك البطالة يعطيك حتى مليار ما تنفعكش، هاد الدولة ما فيهاش عدالة، دولة ما فيهاش عدالة يعطيك مليار ما يدير لك والو، وهما الدليل شوفها من غيرك من تحت التزوير ما تفهموش عليه، وغير كيسموه ومشاو الخطرة اللي فات جابوا زوج خرفان من رومانيا عاودوا ضاربوها ومين حبسوا ما جابوش، ومعهم قاع عندهم النعاج عندهم الغلام قاع دايرين الرعيان يعطوهم للتسومة، راهي مشكله. وهذا تبون اللي راه اللي طلع هذه المره. شوف انا في 2016 انا بالعبد نحكي معك العبد الضعيف، 2016 اختطفوني باش ضربه هذيك اللي دائما نحكي عليها نتاع الهيروين هذه. شوف داولي الهاتف نتاعي و44 مليون اليومنا هذا ما رجعته، وين راه العداله نتاع تبون اللي راه يحكي عليها؟ فاتوا 5 سنين ما كان حتى حاجه، وزيد اصحابي اللي هربوا اللي خاطرهم استعملوا المؤسسه نتاع الدوله، استعملوا المستشفى، كسموه اصحابي اللي هربوني من المستشفى قتلوهم، وزادوا هذا المره ثاني كيف الضربه نتاع سانت بيير تاع وهران، العسكر ذوك اللي قتلوا بعضهم ما يستحقش، ما يديروش تحقيق حقيقي، غير الكذب وغير الخروطي وما كانش حاجه. وزيد حاجه واحده اخرى ما تقطعنيش كيسمو حسين، بالنسبه للفيضانات احنا راه عندنا مشكله في ولايه النعامه. شوف البدو والناس اللي يسكنوا في الفرن على طرف مشريه، احنا عندنا الارض مستويه ثم، ولو كان يزيد الماء
راهم الناس يغرقوا مساكين. وهذه واش تسلك؟ رانا في عصر التكنولوجيا، هذه تسلك الدرون طائرة بدون طيار، ما عندهم والو، لا تكنولوجيا ما واش نمشوا كامل في الوقت، راهم روطال بالك واحد 100 عام ولا اكثر على الامم. وزيد حاجه واحده اخرى، واحد كان قال لي راكي قلت باب يخدموا بشار ويخدموا النعام، راك تتصوت الريح بهراوه. يا ودي انا نعرف العصابه، كنت معاها ونعرفها 100%. العصابه هذه هما اصلا هذا كل اللي راهم في الحبس بوخموشه وجماعه دوك تاع الفيس ولا ما نعرف شكون هما اللي كانوا، وما انا نعرف العمليه اللي داروها. يا راهم خلينهم في الحبس الناس الزوم باش يرعبوا بيت بشار ويرعبوا بيت النعامة. خاطر يعطيك الصحه بالعبد، شكرا. ونعامه رئيس تبول زايد في نعامه جوستومون. ابو لبنى من العاصمه، مرحبا بك ابو لبنى. السلام عليكم خويا حسين، تحياتي وتحية كل الشعب الجزائري إلى قناة المغاربية القناة الحرة. نتمنى عودة في أقرب الأجال إلى الساتل قناة النضال القناة الحرة. حبيت نتكلم اليوم على المعتقلين، معتقل الرأي. ماذا بينا نزيد نكثفوا عليهم الكلام ونتكلموا عليهم ونطالبوا بإطلاق سراحهم؟ راهم شباب صغار كذا، ما داروا ولا شيء، ما فعلوا ولا شيء إلا أنهم تكلموا وطالبوا بالتغيير وطالبوا بالإصلاح. ماذا بينا يطلقوهم؟ أطلقوهم، لم يفعلوا شيء، أطلقوهم، ما عندهم مستقبلهم، عندهم هم والله العظيم غير نعرفهم كلهم شباب، والله لا جامعي هذا إسلام، نطرش من بومرداس وخونا حميطوش، والله لا شباب، ياسر هذا شباب، الياس سليج شباب، كلهم شباب، والله لا صغار مساكن، نطلقوهم، لم يفعلوا شيء، والله لم يفعلوا شيء، تكلموا فقط، نطلقوهم، خليهم لأهاليهم، خليهم يشوفوا المستقبل. هذه وحدة. حبيت نتكلم كذلك على هذه المعارضة. المعارضة في الجزائر تفتقد إلى ماذا؟ هذه المعارضة في الجزائر ما عندهاش رؤية جديدة، لازمها رؤية جديدة وإيجابية، ولازم تمشي مع حركة التاريخ وحركة المجتمع، راهي شوية متوخرة كذلك تمشي، ولازمها كذلك تكون عندها مفاهيم جديدة ورؤية جديدة. وشكرا لكم خويا حسين وبارك الله فيك. شكرا أبو لبنى، يعطيك الصحة. معنا سيد حمد من أستراليا. سيد حمد مرحبا بك. السلام عليكم خويا حسين. السلام ورحمة الله. شو يا خويا حسين، حبي نحيي قناة الأحرار، قناة المغربية، وطول جورناليست، وخاصة سليم صالحي. مرحبا بك. ونحيي تزوير تبون مصور، جابوه العسكر دولة مدنية وكشفوا رواحهم أمام الناس باللي كلهم مزورين، بهدلونا أمام العالم ويبهدلهم ربي، والنصر ربي جاي من عند الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله خويا سيد أحمد. نروح ربما نشوف فيديو آخر ثم نواصل في أخذ الاتصالات. الفيديو أمس في الجزائر العاصمة، أنصار تبون يحتفلوا بفوز مترشح نتاعهم دونك في الرئاسيات. نروح نشوفوا تصريحات حساني مترشح نتاع حركة حمص. نتمنى لرئيس الجمهورية المنتخب كامل التوفيق والسداد في خدمة البلاد والحفاظ على الوطن والقيام بإصلاح سياسي عميق يساهم في مراجعات ضرورية لكل المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية. أن ما حدث في الانتخابات الرئاسية من تجاوزات وعبث يعتبر بنص القانون جريمة انتخابية. ما قامت به السلطة الوطنية المستقلة وما قامت به الأطراف الخفية
التي عملت على هذا الإخراج هو جريمة انتخابية مكتملة الأركان، تقتضي أولا حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحميل المسؤولين المتسببين فيها المسؤولية الكاملة قضائيا وقانونيا، ومتابعة الذين أجرموا في حق الوطن والقانون وأساءوا إلى المترشحين وإلى العملية الانتخابية وإلى الانتخابات الرئاسية. حسني قالك جريمة انتخابية، ولكن في نفس الوقت يعني بارك لتبون وقال لهم مبروك عليك والفائز، واش تفهم الدوخ. محمد من إسبانيا، محمد راح، نعود نشوفوا هذا الفيديو ثم نواصل. مرحبا باتصالاتكم. لم نسمع تعليق من السلطة الوطنية المستقلة بأن كان هناك، أو من المحكمة الدستورية بأن كان هناك تزوير على مستوى المكاتب أو طعن على مستوى المكاتب. هذا أمر يعني يبشر بالخير. لأول مرة حسب إذا راني ماني شغالتم اتذكر أن المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية تغير تغيير كبير في النتائج. نتيجة الطعون كان دائما عندما نتقدم بالطعون تكون هناك رفض من حيث الشكل. لأول مرة الحمد لله المحكمة الدستورية قابلت الطعون من حيث الشكل وقابلت الطعون من حيث الموضوع في الفضاء الأزرق، ويعبرون عن تخيلات لهم. نحن لا نكدر عليهم فرحتهم في العيش في الافتراضي، خلوهم يعيشوا في الافتراضي ونحن نعيش الواقع بحلوه وبمرارته. نحتك مع المواطنين، نستمع منهم ويستمعون منا، نسمع انشغالاتهم والنقائص الذين يشعرون بها، ونحمل كل ما استطعنا من عن طريق كتلتنا البرلمانية للمسؤولين ولينا تلك النقائص لعلهم يجدون لها حلول. عبد القادر بن قرينة هذا، دونك هذا التصريح. مرحبا باتصالاتكم، ما زلنا نستناو الاتصال تاعكم. اللي عنده راي حول هذه النتائج هذا الانتخابات وهذه التصريحات ايضا، يعني كنت سمعت تصريحات هكذا استفزازيه، ويعني ما ماشي هادشي اللي ماهيش المستوى يعني تاع مطالب الشعب على الاقل في الخطاب السياسي. نروحوا مع الجزائر، معنا عبد الرحمن. عبد الرحمن مرحبا بك. السلام عليكم الاخ سالم. السلام ورحمه الله. حيا الله الاحرار في كل مكان، وفك الله الاسرى ان شاء الله الحراك الشعبي وسجناء التسعينات ان شاء الله. ويا سلام، رحنا نقول لهذا النظام، هذا النظام على كل حال يقدر الشيطان بليس يقدر يتوب وما يتوبوش. هذوما ناس مربين على التزوير. انا نلوم هذوك الاحزاب اللي مشاو معاهم على كل حال، الارانب هذوك على كل حال، وهذا النظام هذا منتظر منه كلش على كل حال. وشعب الجزائر والله له بال، والله ما على بالو بهذه الانتخابات، والله ما راه يهضر عليهم ابدا. والله راني جوب انا بحكم تاعي، انا سوسيال شويه، نعرف كاع الناس شويه. والله واحد ما يجبد هذه الانتخابات ولا لي ريزولتا تاعهم، والله غير هما راهم في واد وحنا رانا في واد. على كل حال هذه يا الاخ سالم، هذا هو ما تنتظرش منهم عندهم حاجه يديروها لك هذا النظام، ولا يعني يمشوا اونات ولا. حيا الله الاحرار على كل حال، ونبلغوا سلامنا للجامع الاخ طاب وعلي بالحاج واسمه تاع الامتياز. ان شاء الله هذوكم ان شاء الله اللي هذوك اللي يمثلونا على كل حال، ماشي هذوما كما ذاك اللي قال لك لازم الاحزاب هذوما تاع وراه المعارضه في البلد في الجزائر. اين هي المعارضه؟ ما كاش المعارضة في الجزائر، راهم قاع سيتي زالي، قاع راهم تحت. كيفاش ما العمل إذا عبد الرحمن؟ كيفاش؟ ما العمل على كل حال، الشعب لازم يتحرك، لازم يتحرك، لازم الشعب ياخذ المبادرة
ويكونوا ان شاء الله مأطروا ان شاء الله هذه. وكيفاش يتحرك يعني؟ هو يتحرك في 2019 عامين وهو يتحرك وضرب خلق كاين بليزير مانيير، كاين بليزير مانيير على كل حال، هذاك يجوا في وقتها ان شاء الله. هذه الاخ. اوكي شكرا. يعطيك الصحه عبد الرحمن. نروح لفرنسا معنا احمد. احمد مرحبا بك. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله، مرحبا بك. اخويا واش راح نقول لك؟ والله العظيم غير بهدلونا الحكومه هذه، وإلا ما كاين حل واحد، لازم الشعب في الجزائر يخرج، واللي راهم لازم يجري هنا في برا في الخارج لازم نحوسوا كاع عليهم، وين كان جينيرال ولا ولادهم ولا الوزاره ولا نقتلوا الدين جدهم. لا 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 لا. شكرا احمد، يعطيك الصحه. طبعا نسحبوا هذه الكلمات ونعتذروا باسم القناة، ونتحفظوا على مثل هذه الألفاظ. فوالا هذه مش خطاب للقناة ولا خطاب حتى يعني اللي باش تقول بلي تضرب باسم الحراك. الحراكيين عمرهم ما جابوا هذا الخطاب، وكونطرير بالعكس، الحراك الشعار تاعو كان السلمية وكان الهدوء وكان الحضارة والتحضر والسلميه نتاعو اللي تشهد له يعني كاع المجتمعات العالميه، يعني شهدت حتى الاعلام العالمي شهد بسلميه وحضاره الحراك الجزائري وبالمواطن الجزائري بكل سهوله، يعني بكل اختصار. حراكي وماشي حراكي، هذا الديسكور تاع العنف هذا مرفوض. احمد من العاصمه، احمد مرحبا بك. أحمد، أحمد راح نكش نأخذه، نروح نسمعه هذا الفيديو ثم نوصل. إن العزوف الانتخابي الذي أصاب هذه الانتخابات والذي يزداد ويتعاظم بسبب إخفاق السياسات العمومية وانعدام الثقة بين الناخبين والعملية الانتخابية والقائمين عليها وعملية التيئيس الممنهج للمشاركة في الانتخابات، والذي من شأنه أن يهدد مصداقية أي انتخابات قادمة ويضعف الشرعية المؤسسية المنتخبة. كمال من بريطانيا، مرحبا بك كمال. السلام عليكم. الله يسلمك خويا سليم، مرحبا بك يا خويا. ما كنتش راح نعيط خويا سليم، لكن عيطت خاطش على هذاك محمد تاع الجزائر اللي عيط، اللي قال لك نباركوا الكبون وخليوها يخدم. خويا سليم واش نقول لك؟ احنا معروفين بزوج حوايج. احنا كنا معروفين راك تعرف فنفخوا العجلات. يا اخي شفت لافير تاع لي زوزين سوا ديزون تاع الطوموبيلات نفخوا في العجلات، هذيك زعما امتياز صناعي درناه، ودوك زدنا تعلمنا النفخ في كيما يقول لك في الانتخابات. راك شفت دانكو رجعوا 12 مليون 7 مليون داهم تبون ومانيش عارف وسوا ديزون دوك الانتفاخ في الانتخابات. وانت سألت سؤال واحد خويا سليم، قلت وشنو هو الحل؟ الحل اللي لازم نديرو خويا هو لازم النخبة هنا في أوروبا يديروا كما يقول لك ان غوفرنمون كما يقول لك اون باراليل، هكذا كما يقول كما نهالي دارت تونس مع الغنوشي وكذا، يديروا ان غوفرنمون باراليل، وهذا الغوفرنمون هذا كما يقول لك يبدا يخدم منايا. كاين النخبه الله يبارك ما شاء الله معروفين اللي قايمين بهذه المهمه، ونبداو نخدموا منا حتى وين نحطوا الجزائر، وكما يقول لك وكما يقول لك نحتلوا كما يقول لك نحتلوا المراديه، سي لو سول موان جو بونس، باسكو الحراك ما راح يدير والو. ويعطيك الصحة، الله يعطيك الخير خويا. السلام عليكم. شكرا، يعطيك الصحة. بدون تعليق. ما كاش اتصالات، انا نستناو في الاتصالات نتاعكم. على باليش اسكو عندنا فيديو اخر نشوفوه. نسبة المشاركة العامة تكون 46.10%
الأصوات الملغاة 1,764,637. الأصوات المعبر عنها 9,461,428. الأغلبية المطلقة 4,730,715. الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا: أولا السيد تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7,976,291، ما يمثل نسبة 84.30%. 2 السيد حسن شريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904,642، ما يمثل نسبة 9.56. السيد وشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580,495، ما يمثل 6.14%. معنا حسين من كندا. حسين. ألو. ألو، مرحبا بك حسين. أهلا سلام. سفيان. سفيان ماشي حسين. سفيان. مرحبا بك سفيان. ماشي مشكل. أهلا فيك. كي راك بخير. فوالا بوغ ريبوندغ ا فوت كيسيون، قلت شنو هو الحل يعني باش نخدم الأزمة هذه. الحل هو بسيط، هو أنه النخبة تاعنا وجميع الطوائف اللي مثلوا مختلف السنسيبيليتي تاع السياسيين في الجزائر يتفاهموا هذا مكان على سميك ديموكراتيك. يعني نهار نوصلوا في كما نقول لك في حاله مثلا وين واحد تاع السيدي يقدر يفوتي على ممثل تاع الفيس لانه مثلا يقول لك احسن من الممثل تاعي بدون خوف على الحريه الشخصيه والفرديه والجماعيه تاعه، والواحد تاع الفيس يولي ثاني كيفوتي على واحد تاع السيدي مثلا بروفيزوارمون في موان باسكو يقول لك مثلا الممثل تاعنا ماشي مليح، كما نقدروا نقولوا بلي عندنا بلاد باسكو الناس يكونوا متيقنين ويكونوا الاز في بلادهم، عندهم كما يقول لك مكانه تاعهم، وحتى واحد اللي يجي لاي واحد يجي مثلا في البلاد يحكم ما راحش يقرا يقهرهم، ما راحش كما نقول لك يمسحهم في حقوقهم الى اخره. هذه هي المشكل في بلادنا اللي مازال ما وصلناش ليه. يعني البروبليم تاع 91 وين من المفروض الجزائريين كاع يخرجوا في الانتخابات تاع الفيس كي حبسوها السلطات ما خرجوش، مازلنا فيها. وكان كنا كيما تركيا مثلا، تركيا كي حبوا يديروا كو ديتا اللي سموه اردوغان، الشعب التركي كي اخرج بما فيهم اللايكيين بما فيهم الكفار بما فيهم كاع الناس، لانه انسان كان دستور واضح، كل انسان عنده مكانه تاعو، كل انسان عنده بلاصتو حتى اللي يخاف على بلاده. هذه هي الحل سي الاخ الكريم، ومدى بينا كما يقول لك يفطنوا شويه هادو السياسيين تاعنا قبل ما يفوت الحال وقبل ما البلاد تنقسم، لان البلاد راهي في حاله انقسام بكل صراحه. والله يستر بلادنا وشكرا والسلام عليكم. شكرا سفيان، يعطيك الصحه. الله يستر كما قلت، صحتي يعطيك الصحه. شكرا على كل المتصلين، وصلنا لنهايه هذه الحصه، نلقاو في حصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.